بسم الله الرحمن الرحيم. كتير مننا ممكن يفكر، طيب احنا بنتنفس باستنشاق الهواء واستخلاص الاكسجين بواسطة الرئتين وخروج ثاني اكسيد الكربون. طيب باقي الكائنات البحرية او الكائنات البحرية العايشة في المية ومنها الاسماك بتتنفس ازاي؟ هل هي بتاخد المية وبتستخلص ازاي الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون ازاي؟ طب هل فيها رئتين ولا في اجهزه اخرى بتستخلص؟ طب هل كل الكائنات البحريه واحد ولا في اختلاف ما بين الكائنات البحريه في استخلاص الاكسجين؟ وده طبعا النهارده هنجاوب على كل الاسئله دي في الحلقة النهاردة بإذن الله. ويلا بينا، وقبل ما نروح للحلقة يعني يا ريت اللي تعجبه الحلقة إن شاء الله يعمل لايك، واللي ما تعجبهوش الحلقة برضو يعمل لايك، ممكن تعجب حد تاني فإن شاء الله تعجبكم. ولو في أي كومنت أو تعليق يا ريت نشارك بالتعليقات، وأنا هجاوب على كل تعليقاتكم بإذن الله، ونعمل مشاركة للقناة وننشرها لتعم الفائدة بإذن الله، وبرضه نستفيد من بعض لو في أي أسئلة في أجزاء ممكن مثلا أكون قصرت فيها أو فيها قصور ممكن تفيدوني فنتناقش علميا. الموضوع كله استفادة بينا من بعض، لأن العلم مفهوش كبير وكلنا نستفيد بإذن الله من بعض. يلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة. هنتكلم على تنفس الكائنات البحرية، وهنتكلم على بالخصوص على تنفس الأسماك. ليه تنفس في الأسماك؟ لأن معظم الكائنات بتتنفس بنفس الطريقة اللي بتتنفس بيها الأسماك، وهنتكلم في حلقة أخرى بإذن الله على الكائنات اللي مش بتتنفس بنفس الطريقة. والنهاردة هنتكلم على التنفس في الأسماك. طب إيه هو التنفس أصلاً؟ طبعاً كلنا عارفين إن التنفس هو عبارة عن عملية تبادلية، إن هو بيطلع ثاني أكسيد الكربون من الجسم وبيدخل مكانه الأكسجين، وده طبعاً بيدخل جوه الدم. طيب إيه السبب؟ يعني ايه الفايده من وجود الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون؟ طبعا كلنا عارفين ان الاكسجين بيستخدم في عمليه الاكسده، انه احنا زي ما عارفين ان الجسم الهدف من العمليات او الاكل او كده ان هو نحصل على ايه؟ نحصل على الطاقه. طيب الطاقه بنحصل عليها ازاي؟ من وجود الجلوكوز او السكر، وبيتم أكسدة الجلوكوز باستخدام الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون والمية وطاقة، طبقا للمعادلة اللي إحنا شايفينها قدامنا دي. فبالتالي إحنا محتاجين الأكسجين. طب هنحصل على الأكسجين إزاي؟ إن إحنا الأكسجين بنحصل عليه من الهواء في الكائنات في الإنسان أو الكائنات البرية ترستريال أريا. إنما في الكائنات البحرية إحنا بنحصل عليه عن طريق المية. طيب إزاي؟ هل الأسماك فيها رئة؟ عشان وهل الرئة ينفع إن هي يدخل فيها المية وتستخلص زي استخلاصها للهواء؟ لا طبعا، الأسماك بيكون فيها جهاز مختلف أو تركيب مختلف هو اللي بيقدر يعمل عملية استخلاص استخلاص الأكسجين من المية وخروج ثاني أكسيد الكربون عن طريق طبعا عملية الأكسدة وحصول الأكسدة، لأن هي عملية مهمة جدا لإنتاج الطاقة. الجهاز ده هو إيه؟ هو عبارة عن زي ما شايفين قدامنا كده الخياشيم. طبعا كلنا شاف أو معظمنا شاف الخياشيم في الأسماك. لو أنت جبتها حية طبعا ما نظفتهاش وكده، هتلاقى ان على الجانبين الراس كده بيكون في خياشيم،
وزي ما شايفين كده قدامنا بيبقى فيه غطاء للخياشيم اسمه بروكليوم. ده طبعا بيبقى موجود في الاسماك العظميه، لكن الاسماك الغضروفيه بيكون الفتحات بشكل مباشر على الخياشيم بشكل مباشر، ملهاش غطاء خيشومي. تركيب الخياشيم زي ما شايفين قدامنا، ان الخياشيم بتكون هنا في المنطقه في المتصله طبعا بالفرنجل الماوس، الفم هنا بيكون متصل طبعا بالفرنكس او الحنجره، متصل بالمريء، والخياشيم طبعا بتبقى موجوده. وعارفين تركيب الخياشيم بيبقى زي ما شايفين احنا اخدناها، ان هو بيكون في القوس ده اللي هو بيسموه الجيل ارش، وده بيكون مكون يا اما من عظام او غضاريف في الاسماك الغضروفيه، وبيكون في الجيل ريكرز دي، وزي ما اخدنا ان هي ممكن بتستخدم كاسنان في عمليه تصفيه الفايتوزو بلانكتون، ودي الجل لاميلا والفيلمنت او اللاميلا او الجل لاميلا دي اللي بيتم فيها عملية التبادل بتاعة الاكسجين، لان طبعا بيمر فيها الشعيرات الدموية زي ما شايفينها بيكون لونها احمر او لون، طبعا ده لوجود الشعيرات الدموية داخلها، فبالتالي هي المسؤولة عن عملية التبادل الغذائي. زي ما شايفين هنا الشكل الجلز في الشارك، قلنا ان هو بيفتح بشكل مباشر بدون غطاء خيشومي، وبيكون عبارة عن من 4 او من 5 ل 7 ازواج. طبعا في الاسماك العظمية بيكون 5 ازواج او من 4 ل 5 ازواج، لكن هنا بيكون 5 ل 7 ازواج على حسب نوع الاسماك الغضروفية. زي ما شايفين هنا طبعا عندي انواع الجلز. طبعا انا عندي نوعين من الجلز اللي هو الهولوبرانكيا، والهولوبرانكيا هنا بيكون هو الاساسي او اللي هو بيبقى يا اما كارتليج في الاسماك الغضروفية او بون في الاسماك العظمية، وهو بيتكون طبعا من القوس زي ما قلنا، وعليه الفيلمنت زي ما شايفين، وده بيكون في معظم الاسماك الغضروفيه وفي الاسماك العظميه. طب النوع الثاني هو عباره عن البيزو دوبرانكيا، وده طبعا بيكون موجود فين؟ يعني حد يسالني طيب احنا عارفين هولوبرانكيا بيكون في معظم الاسماك، طب ده فين؟ او ده بيكون موجود في الاسماك او في اللي هو الامبريو او الاسماك اللي هي لسه صغيره، او في الجنين اللي هو الفراي اللي لسه الاسماك، او انواع معينه من الاسماك زي الكاتيلا. كاتيلا ده بيكون بدايه اللي هو عباره عن هايدوديرم، يعني البدائي ما بيكونش لسه تكون معايا الارش، زي ما شايفين كده الشكل عباره عن اللي هو اللاميلا والفيلمنت، لكن طبعا ما فيش هنا الارش، ما فيش الجيل ريكرز، فهنا ده بيكون موجود في معظم اللي هو الفراي والاسماك الصغيره، وبعض الانواع من الاسماك او في بدايه الاسماك زي الكاتيلا كاتيلا وانواع اخرى، وده بيكون طبعا هو بيأدي نفس الوظيفه بتاعت الجيلز اللي هي الهولوبرانكيا، وبيستخلص الاكسجين وبيطلع طبعا ثاني اكسيد الكربون، وبيمر الاكسجين في الدم زي ما شايفين، بيكون طبعا داخله اللي هو الشعيرات الدمويه اللي بتستخلص الاكسجين. التركيب بتاع الجلد زي ما قلنا هو عباره عن زي ما شايفين كده قدامنا القوس اللي هو الجل ارش، والقوس ده بيكون عليه الفيلمنت، طبعا هو بيكون متصل بالجزء بتاع البلعوم، وبيكون بعد الفرنكس وقبل في المريء كده، وبيكون طبعا متصل لانه زي ما شايفين ان هو ممكن بيعمل عمليه غلق باستخدام الريكرز، ويستخدم في عمليه الاكل او عمليه ان هو استخلاص قلنا الفايتو والزوبلانكتون. تمام، هنا بيتم عمليه التنفس. ازاي بتتم عملية التنفس؟ طبعا في الإنسان احنا عارفين ان هي بتكون العملية عبارة عن شهيق وزفير.
الشهيق هو ان انا باخد الهواء واستخلص الاكسجين، والزفير ان انا بطلع ثاني اكسيد الكربون. طب يا ترى في الاسماك بتحصل نفس العمليه؟ اه بالفعل، بس طبعا بشكل مختلف زي ما شايفين قدامنا، ان الماوس بيتم فتحه وفي نفس الوقت بيتم غلق ايه؟ بيتم غلق ايه؟ اللي هو الخيشوم او فتحات الخيشوميه بيتم غلقها، فبيتم مرور الميه من الفم وبتمر الميه على الخياشيم، فبالتالي بيبتدي الجيل فيلمنت بيبتدي تدخل الميه جواها ويبتدي يستخلص الاكسجين. بعد عمليه استخلاص الاكسجين يتم خروج ثاني اكسيد الكربون، فيتم ايه؟ فتح ايه الخياشيم لخروج الميه المحمله بثاني اكسيد الكربون وغلق ايه الفم، وبكده يتم عمليه الشهيق هنا في فتح الفم، والزفير بفتح الخياشيم، وتتم عمليه التبادل الغازي ما بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. زي ما شايفين هنا طبعا بيكون دخول الميه على الخياشيم، زي ما شايفين طبعا الجل فيلامنتس هنا هي اللي بيتم، زي ما شايفين اللون الازرق طبعا الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون، بعد كده بيبتدي عمليه التبادل ويديني الدم اللي لونه هنا في الفين في الاورده، طبعا بيتم دخول الايه الدم اللي فيه الاكسجين ويتم مروره داخل الجسم كله طبعا، وبعد كده يبتدي يجمع الجسم ثاني اكسيد الكربون الدم، يمر الدم عن طريق طبعا القلب، وهناخد ده في حلقه قادمه باذن الله، انه ايه يبتدي يضخ للخياشيم، ويبتدي الخياشيم يطلع منها ثاني اكسيد الكربون عن طريق العمليه اللي قلنا عليها اللي هو عمليه التبادل، عمليه انه ايه بيدخل الميه وتخرج وناخد منها الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون، زي ما شايفين هنا كده عمليه التبادل، بيتم دخول طبعا الميه وناخد، ويتم السمكه تاخد الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون عن طريق الميه الخارجه من الخياشيم. مع بعض فيديو يوضح لنا عمليه التنفس في الاسماك بشكل بسيط عشان طبعا نقدر نستوعبها وتثبت في دماغنا، وزي ما شايفين كده قدامنا هنا الاسماك بتفتح الفم ويدخل الميه، وطبعا بتكون قافله الخياشيم، بيتقفل الفم تفتح الخياشيم، وده طبعا بيكون بشكل متتالي وسريع لان عمليه التنفس بتتم بسرعه زي الانسان والكائنات الاخرى، واحنا مش بنبقى واخدين بالنا من العمليه دي. زي ما شايفين الميه بتدخل، بيتم استخلاص الاكسجين داخل الخياشيم، بعد كده بتطلع الميه محمله بثاني اكسيد الكربون، طبعا بتدخل عندنا الميه في الخياشيم زي ما شايفين هنا قدامنا، طبعا بتدخل الميه في الفيلمنت اللي مثبته طبعا على الجيل ارش، بعد كده الميه بتتوغل داخل اللاميلا اللي بيكون طبعا فيها الشعيرات الدمويه، وبتمر عندي هنا طبعا سائل كرات الدم الحمراء تبتدي تاخد الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، زي ما شايفين بيكون طبعا لونها اخضر هي اللي فيها الاكسجين، ولونها ازرق بيكون محمله بثاني اكسيد الكربون، وبتطلع منها ثاني اكسيد الكربون في الميه اللي بتخرج من الايه الجلز هنا، زي ما شايفين كده بتخرج من الكفر هنا في الميه. وبكده يبقى عرفنا ازاي بتتم عمليه الايه التنفس في الاسماك.
طب هل التنفس في الأسماك بيتم عن طريق الخياشيم بس، ولا في أورجان أخرى ممكن تستخدم، أو في أورجان مساعدة مع الخياشيم، أو في ممكن أورجان بديلة للخياشيم؟ طبعا في بعض الأنواع من الأسماك في بدايتها بيكون ممكن تستخدم الجلد اللي هو السكن، ممكن يستخدم في عملية التنفس، وده بيكون موجود في الإيلز أو اللي هي الأسماك الأنجويلا أو ثعبان السمك، وده طبعا بيكون في أثناء عمليات الهجرة، لأن في بعض الأوقات بيكون صعب إن هو يستخدم الخياشيم، فبيبتدي يستخدم الجلد في عملية التنفس، وأيضا في الضفادع في المرحلة اللي بيكون فيها، أنت عارفين ضفادع برمائيات فبتعيش فترة في المية، فبتستخدم للسكن أيضا في عملية التنفس. وبيكون عندنا بعض الأعضاء اللي بنسميها أكسسوارز أو مساعدة للخياشيم. يعني إيه؟ يعني بنلاحظ لو حد فينا بياكل القراميط أو الكات فيش، دي بنلقى فيها زي حاجة اسمها زي الجلانج، أو فيها حويصلة هوائية كده من الداخل عاملة زي شبه الرئة كده متشعبة، وعشان كده عندي القرموط بيعيش فترات طويلة وبيتحمل إن هو الظروف القاسية، عشان ده طبعا طبيعة إن هو بيعيش في البرك ممكن ومستنقعات وبيعيش في الطين، فبالتالي هنا سبحان الله ربنا جعل يبقى فيه تكيف مع البيئة اللي بيعيش فيها، إن هو ليه بعض الأجزاء أو اللنج أو الفيصلة الهوائية أو الفيصلات الهوائية اللي هي بتساعده، أو يسموها الرئة الهوائية اللي هي بتساعده في عملية التنفس، إن هي بتخزن الهواء، فبالتالي بيقعد فترات طويلة في المية، أو إن هو يقدر يطلع بره المية بيقعد فترة طويلة. طبعا في بعض التحورات ممكن تتم في الحويصلات الهوائية أو في المثانة الهوائية، إنها تستخدم كبرضو مساعد في عملية التنفس، أو بيكون في بعض الأجزاء موجودة في الفرانجل أو في بجوار الكفر الخياشيم لزيادة عملية التنفس. فعندنا هنا في طبعا زي ما اتكلمنا على الجلد، إن هو ممكن يستخدم في عملية التنفس في ثعبان السمك والأنفيبيا زي ما قلنا. في برضو الباكو فرانجل ابسيليوم، هنا زي ما بنقول في بعض عند الفرانجل هنا في المنطقة دي بتتكون عندي حويصلات أو هوائية بتكون موجودة أو بتستخدم في عملية التنفس، وبتعمل تدعيم للخياشيم في عملية التنفس، وبتكون موجودة يعني بيكون عددها طبعا كبير، عبارة عن كابيلاريز كده شعيرات، وبتكون زي حويصلة أو حويصلة، الحويصلات دي بتساعد في عملية التنفس. أيضا في زي ما قلنا في الأوبريكليوم، حوالين الأوبريكليوم شامبر بيبقى في جزء من ممكن يبقى في زي ما شايفين كده الشامبر، جزء ده عبارة عن مساحة بيكون داخلها الحويصلة من الحويصلة الهوائية، أو بتتم طبعا دي مساعدة بالقرب من حوالين أو بجوار الأوبريكليوم، ليه طبعا لزيادة المساحة زي ما شايفين في عملية التنفس. وطبعا بتبقى في أنواع من الأسماك بيبقى ليها ظروف خاصة زي ما قلنا بتتكيف، لأن قلة الأكسجين إنها بتوجد في ظروف معينة في منطقة ضحلة في مناطق عاكرة، فبالتالي الأجزاء الأكسسوارز دي بتساعد معانا في تساعد الأسماك في عملية التنفس. وطبعا الديفلوبمنت زي ما شايفين هنا في الغرموط، وده طبعا من أشهر الأسماك اللي بيكون متكون زي ما شايفين هنا، وده بيكون عبارة عن اللي هو الجيلز أو اللي هو اللي بيسموه الجيل بلادر، أو اللي هو اللي بيسموه طبعا الحويصلات الهوائية أو الرئة الهوائية، وفي بعض بيسموه اللي هو الاوبريكليوم لانج، فبالتالي ده بيكون بيدي مساحه ان هو الغرموط يقدر يتنفس،
وبيكون موجود في بعض الكات فيش او اسماك الكات فيش او الكلارياس الموجود طبعا عندنا في نهر نيل وبحيره ناصر. الجاز بلادر، الجاز بلادر احنا زي ما عارفين ان الجاز بلادر ايه الوظيفه بتاعتها او ايه هي الجاز بلادر. الجاز بلادر عباره عن حويصله هوائيه او بيسموها الاير بلادر، والحويصله الهوائيه دي بتكون موجوده زي ما شايفين كده قدامنا هنا. طبعا بتكون موجوده زي ما شايفين كده في الجزء اللي هو ملاصق لسلسله الظهر وجوار طبعا الكليه والانتستين. فبالتالي ممكن في بعض الانواع من الاسماك بيكون فيها اتنين، وفي بعض الانواع بيكون فيها واحده. الانواع اللي بيكون فيها اتنين زي ايه؟ زي البفر فيش. ليه؟ لانها بتستخدم في عمليه النفخ، لانها طبعا زي ما عارفين البفر فيش دفاع عن نفسها فبتتنفخ، فبالتالي تكون موجوده الاير بلادر فيها في الوظيفه دي. فالاير بلادر الوظيفه بتاعتها طبعا ان هي بتساعد الاسماك على الثبات في الميه وعمليه الصعود والهبوط والحركه، طبعا لانها بتعمل عمليه التوازن في الميه. وايضا ممكن بتستخدم في بعض الاوقات ان هي بتكون مساعد لي في عمليه التنفس، لانها طبعا بتبقى متصله بالشعيرات الدمويه وبيتم الهواء او دخول الهواء عن طريق الشعيرات الدمويه الموجوده فيها، فبالتالي هي مخزن فيها نسبه من الهواء اللي ممكن يستخدم في عمليه استخلاص الاكسجين، او ان هي تستخدم كبديل مع الجلز في عمليه التنفس. زي ما شايفين قدامنا، طيب احنا هنا شايفين القرش. طيب القرش، هل سمكه القرش بيكون فيها حويصله هوائيه ولا ما بيكونش فيها؟ طب ازاي القرش بتتحرك؟ سمكه القرش ما فيهاش حويصله هوائيه. طيب ازاي سمكه القرش بتتحرك؟ سمكه القرش بتتحرك عن طريق وجود دهون في الكبد، فبالتالي الدهون هي اللي بتساعد القرش في الهبوط والصعود. لكن في الاسماك طبعا العظميه بيكون موجود السويم بلادر او الجيل بلادر او الجاز بلادر، يعني على حسب المسميات بتاعتها، وبنسميها جيل بلادر لما بتستخدم في عمليه التنفس او بتتحول بتكون مساعده لعمليه التنفس، او بيسموها الجاز بلادر او السويم بلادر. طبعا هي بتستخدم زي ما قلنا في عمليه الصعود والهبوط، وبيكون في منها انواع مختلفه واشكال مختلفه طبعا نظرا لاختلاف البيئه الموجوده فيها واختلاف الاستخدام. طبعا الاستخدام زي ما عارفين انه معظمه بيكون في عمليه الصعود، وده اللي هو الاساسي، ولكن ليها استخدامات زي ما اتكلمنا فرعيه اخرى. هنا زي ما شايفين كده الاسماك طبعا اول ما بتبتدي تتملي هواء فبتبتدي تصعد، لا محتاجه ان هي تكون ثابته، فبالتالي بتكون محافظه على الهواء فيها بشكل متوسط، لا لو عاوزه تنزل بتبتدي تفرغ الهواء. وده نفس فكره عمل البي سي اللي بيستخدم في عمليه الغوص، ان هو البي سي بيتملي طبعا هواء عن طريق الاسطوانه، فبالتالي يقدر الغواص يصعد فوق. لما بيحب ينزل يبتدي طبعا يفضي الهواء من البي سي فيبتدي ينزل تحت. فمن هنا الانسان طبعا سبحان الله اخترع حاجات كتير او اكتشف حاجات كتير بسبب الحيوانات، سواء في الطيور في الاسماك. فهنا قدرة الله سبحانه وتعالى. وكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، واتمنى انكم انتم تكونوا استفدتوا، ولو في اي كومنت او في اي ملاحظات يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لكم.